بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، طب القلوب ودواها وعافية الأبدان وشفاها ونور البصائر والأبصار وضياها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله تعالى في سورة مريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في الكتاب إبراهيم، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. صدق الله العظيم. يدور سياق سورة مريم حول محور التوحيد ونفي الولد والشريك، والروح السائدة في هذه السورة المباركة هي الرحمة والرضا والوصال. فجاء قصص زكريا ويحيى وعيسى بن مريم وإبراهيم الذي سنستهل إن شاء الله قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام للتأكيد على هذه القضية، قضية التوحيد. وإذا تأملنا سورة مريم وجدنا أن هناك ترتيب مقصود للموضوعات التي تعرض لها سورة مريم. فابتدأت سورة مريم بقصة نبي الله زكريا عليه السلام، وكان ذلك لعلة مهمة، إن هي تصدر السورة، أي تستهل السورة بقصة دعاء زكريا لربه بالولي الولد الصالح. رغم زوجه العاقر وكبره الطاعن، إلا أن زكريا عليه السلام كان كثيرا ما يدعو ربه سبحانه وتعالى دون الدعاء بالذرية، لم يكن يدعو بالولد لانعدام السبب. لكن نبهته الصديقة مريم عليها السلام حينما دخل عليها ووجد أرزاقا متنوعة عندها في غير أوانها، وتساءل زكريا عليه السلام كما حكى القرآن الكريم على لسانه، يقول الله تعالى: يا مريم، يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فكانت الكرامة الربانية والعطية الإلهية بأن منح زكريا غلاما زكيا نبيا مباركا يحيى عليه السلام. فكانت قصة زكريا مناسبة جدا أن تبدأ بها سورة مريم، وأن تبدأ بها قصة مريم وعيسى عليهما السلام في الصورة ذاتها. يعني كان من المتبادر إلى الذهن أنه يتم أو تستهل الصورة بقصة مريم، بما إنها صاحبة الصورة، الصورة على اسمها سورة مريم. لكن استهلت الصورة، ابتدأت الصورة بقصة زكريا وولادة يحيى وهذه الكرامة الربانية العظيمة. فكانت بداية سورة مريم بقصة زكريا، ثم كانت بداية هي التمهيد، إذ كانت تمهيد لهذه المعجزة الكبيرة، تمهيد لقصة خلق عيسى عليه السلام دون أب، وتكليمه لأمه ولقومه في المهد صبيا. وتسير السورة، تسير سورة مريم منذ بدايتها إلى سرد قصة عيسى عليه السلام وفق قافية واحدة تؤدي إلى نغمة موسيقية واحدة، إلى أن تنتهي قصة مريم عليها السلام وابنها نبي الله عيسى عليهما السلام، ويجيء التعقيب لتقرير حقيقة عيسى عليه السلام. فنجد بقى الاختلاف، تختلف نظام الفواصل والقوافي، فيتغير تبعا لذلك الإيقاع الموسيقي وجرس القافية، فتنتهي بحرف الميم والنون الساكنة عند الوقوف، لا بتلك القافية السابقة الرخية اللي ابتدأت بيها سورة مريم، من مثل زكريا، خفية، شقية، ولية، زكية. تجد نهايات الآيات كلها إلى
نهاية قصة عيسى عليه السلام إلى قوله تعالى: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. هذه القافية التي فيها رخاء، فيها امتداد، تبدأ بعد ذلك القافية في التغير. ليه تبدأ في هذا التغير أو في هذا الاختلاف؟ لتناسب التغير في المضمون. اشترك معايا في هذه السورة المباركة الصوت والنغمة الموسيقية مع الموضوع. حينما يختلف الموضوع وتشتد نغمة معينة يشتد إيقاع الصوت ويختلف. يعني احنا في البداية ذكر رحمة ربك عبده زكريا، فتجد الحروف نعمة هادئة هانئة، ويشعر القارئ أو السامع لسورة مريم هذا الهدوء وهذه النغمة الرقراقة الممتدة الرخية. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. هذا الامتداد على طول السورة حتى إذا انتهت السورة من سرد قصة عيسى بن مريم عليهما السلام، وبدأ التعقيب على هذه القصة. وجدنا اختلاف الإيقاع الموسيقي والفاصلة والقافية كالتالي في قول الله تعالى: فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. عظيم غير لما خفية، غير لما تجد الامتداد هذا الصوتي، وتكملة الآيات اللي هي التعقيب اللي على قصة سيدنا عيسى عليه السلام: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. مبين، تجد القافلة والقافية نون هذه التي نقف عليها وقف ساكن. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. فتجد النون الساكنة التي نقف عليها تغير الصوت مع تغير المضمون، الجو العام الذي تخاطب فيه هذه السورة وتعقب هذه السورة الكريمة على قصة نبي الله عيسى. ومع قوله تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، يتجه الخطاب هنا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بأن أنذرهم أيها النبي الكريم، ذكرهم أيها النبي الكريم بعذاب الله يوم القيامة. هو استحضار لهذا الغيب، استحضار لهذا الغيب كأنها صورة مشاهدة، يوم يتحسر الظالمون على تفريطهم في طاعة الله تعالى. لكنه تحسر لن يجدي ولن ينفع، لأن حكم الله قد نفذ فيهم وقضي الأمر، وذهب أهل الجنة إلى الجنة وذهب أهل النار إلى النار. وينادى: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. حينئذ يتحسر هؤلاء المفرطون على تفريطهم في اتباع منهج الله تعالى. وأي حسرة أعظم، أي حسرة أعظم من فوات رضا الله سبحانه وتعالى واستحقاق سخطه وعقابه وعذابه في هذا اليوم العصيب، في هذا المشهد الرهيب، وفي هذه الساعة الحاسمة. ستذهب الدنيا وما فيها من أولها إلى آخرها، ستذهب عن أهلها ويذهبون عنها، وسيرث الله الأرض ومن عليها، ويرجعهم سبحانه وتعالى إليه. كل إلينا راجعون. يقول الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. الملك اليوم في هذا، الملك اليوم في هذه الآية المباركة التي توضح هذا المعنى، الملك اليوم خالص لله تعالى، لا ينازعه فيه أحد، ولا معقب لحكمه، ولا راد لأمره سبحانه الملك المالك لكل شيء.
فقد ملك من خلقه من ملك في الدنيا، أما في الآخرة فليس لأحد ملك على شيء، حتى الإنسان ليس له سيطرة على جوارحه ولا على أعضائه، فالأمر كله ساعتها يومئذ لله، فيرد الملك لصاحبه الأعلى جل في علاه، ولا أحد يرث هذا الملك إلا الله سبحانه وتعالى، مالك كل شيء وخالق كل شيء. حتى إذا ما انتهى هذا التقرير والتعقيب على قصة عيسى عليه السلام، وعاد السياق القرآني في سورة مريم إلى القصص من جديد، نتأمل ونلاحظ عادت القافية الرخية وجرسها الموسيقي المديد من جديد، وهي تحدثنا عن جانب من جوانب سيرة سيدنا إبراهيم عليه السلام العطرة في ترسيخ أصول عقيدة التوحيد، بل ومحاربة الفساد والخلل العقائدي. يقول الله سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. هذه القافية التي نقصدها نبيا، يعود الجرس الموسيقي وهذا الامتداد الصوتي من جديد بعود الصورة بعد التعقيب على قصة عيسى عليه السلام إلى قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام. لقد كان ذكر إبراهيم عليه السلام من أغراض سورة مريم، وكان موضوعه أحد الموضوعات، وكانت قصته أحد القصص، بأن يأتي بجانب من قصته عليه السلام بعد ذكر قصة نبي الله عيسى والتعقيب عليها، كل ذلك تسلية لقلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما يلاقيه من مشركي قومه الواقعين في الشرك المشابهين في حالهم بحال قوم إبراهيم عليه السلام. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إبراهيم أبو الأنبياء الذي أعلن التوحيد إعلانا باقيا مع بناء بيت الله الحرام الكعبة المشرفة. إبراهيم الصديق الذي بلغ في تصديق الحق غاية عظيمة، فورثه الله شفافية وإشراقا، اهتدى به إلى أنوار الحق وميزه عن الباطل، فهو الصديق عليه السلام لفرط صدقه في الامتثال والتسليم للملك الديان في كل ما يأمر به ويقضي سبحانه وتعالى. حرم إبراهيم الولد زمنا طويلا، وعند الكبر منح إسماعيل عليه السلام، ولنا أن نتخيل حينما يعطي المولى ويهب المولى الولد عند هذا العمر بعد طول انتظار كيف يكون التعلق به. لكن يأتي الأمر الإلهي لإبراهيم عليه السلام بأن يحمل هاجر زوجه الكريم وولده الرضيع ويذهب بهما حيث أمره ربه سبحانه وتعالى، ليتركهما عند البيت الحرام. ساعتها لا أنيس ولا جليس ولا طعام ولا شراب، فلا يكون من نبي الله إبراهيم عليه السلام، لا يكون من إبراهيم وآله إلا كل التسليم للمولى القدير. وليكون بعد ذلك السعي بين الصفا والمروة هذا المنسك العظيم منسكا من المناسك كما سنرى في الحلقات المقبلة. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. ها هو إبراهيم عليه السلام عاد إلى ولده بعد أن تركه مع أمه في هذه الصحراء، وبعد أن أكرم الله سبحانه وتعالى هذا الرضيع إسماعيل بأن فجر بئر زمزم المبارك، وكان تعمير هذا البيت الحرام، وما يكاد يفرح إبراهيم بولده إذ يأتيه الأمر الإلهي يأمره ربه بذبحه، ذبح إسماعيل الذي رزق به بعد أن طعن في السن وبعد طول انتظار، يأمره ربه بذبحه وفق رؤية منامية. وما نجد من إبراهيم إلا منتهى التسليم، نجده يسارع في تنفيذ مراد ربه ولا يثنيه شيء، فلم يخش على طفله الصغير الهلع، ولا على زوجه الفزع، ولا على قلبه الموت بعدما يذبح هذا الصغير، إنما كان من إبراهيم عليه السلام كان التسليم
والتفويض، كل التسليم وكل التفويض. فلما أسلم وتله للجبين، وكانت قصة الفداء العظيم لنبي الله إسماعيل عليه السلام، وكان بعد ذلك المنحة الربانية العظيمة، وفديناه بذبح عظيم. وكانت سنة الأضحية في شريعة خاتم الأنبياء والمرسلين، وكان يوم النحر هذا تخليدا لفعل إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، تخليدا للتسليم، تخليدا للتفويض، تخليدا للطاعة لله رب العالمين إذا أمر بها العبد. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. عليك السلام، عليك السلام يا نبي الله إبراهيم، أمرت ببناء البيت فسارعت وأسلمت لأمر الله وأتقنت البناء وأحكمته. ترك زوجته سارة قادما إلى مكة متحملا أمانة بناء ذلك البيت العتيق الذي جعله الله تعالى مثابة للناس وأمنا. قدم إبراهيم مع ابنه إسماعيل يرفعان بنيان الكعبة، ومع كل حجر يرددان، مع كل حجر يرفعان يرددان، كما حكى القرآن الكريم على لسانهما: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إنه أبو الأنبياء، مدحه ربه فقال: إن إبراهيم كان أمة، إن إبراهيم عليه السلام يساوي في مواهبه وفي طاعته أمة بأكملها. أراد الله سبحانه وتعالى أن يرينا في كتابه القرآن الكريم كيف كان إبراهيم أمة، أراد الله تعالى أن يرينا كيف كان صديقا نبيا. ما أعظم هذه الأمة، ما أعظم هذه الأمة التي ورثت ميراث الأنبياء جميعا وخصها الله تعالى بهذا الفضل العظيم. فلننتبه لهذا العطاء الجليل. إن ترتيب الأقدار عظيم، والحقيقة وما فعلته عن أمري، إنها المشيئة الإلهية والإرادة الربانية التي جعلت محطتنا في تفسير سورة مريم تصل بنا في هذا الوقت المبارك عند قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام. لنقف مع حديث قصص المشاعر المقدسة والتي ارتبطت بنبي الله إبراهيم وولده نبي الله إسماعيل عليهما السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام. إنها أيام مباركة في أعمالها وثوابها، تهفو القلوب تجاه بيت الله بالتلبية والطواف، ساعية إلى مرضاته، واقفة عند حدوده وحقوقه. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. مرحبا بحضراتكم من جديد. ناخد الأسئلة، بس قبل ما ناخد الأسئلة ننوه على الصفحة الرسمية الخاصة بينا، الصفحة الرسمية الخاصة ببرنامج قلوب عامرة، اسم الصفحة قلوب عامرة مع الدكتورة ندي عمر، والأرقام الخاصة بالتواصل من خارج جمهورية مصر العربية. معانا يا داليا. أيوه أهلا وسهلا يا داليا، تفضل. يا أهلا بسياد، داليا من المينيا. اهلا وسهلا بحضرتك، اهلا وسهلا. انا يا اختي الحبيبه عندي 60 سنه. اهلا بيكي، اهلا بيكي. وجوزي طلقني بعد 40 سنه. طلقني غيابي من غير اي اسباب، طلقني واخذ هدومه ومشي. وسابني قاعده في الشقه مع اولادي لحد بعد سنة ونصف من مرور الطلاق، عشان يفوت علي ان انا ارفع قضية نفقة او ارفع عليه اي قضية وتنفذ القضية. فخل اولادي بقوم يشتموني ويضربوني
ويبهدلوني جامد لحد ما قرروا ان هم يخرجوني من البيت، رموني في الشارع، وهو كمان رماني في الشارع من بعد ما كان واخدني من احسن بيت. اخدت شقة. هو وثق الطلاق ده يا ست داليا؟ ايوه وثقه، بس هو ما قاليش في وشي انت طالق. لكن جات لك الورقه. ايوه استلمت الورقه. تمام. ليه القصه دي؟ يعني ليه ان هو فجاه؟ هل حدث حاجه من حضرتك يعني عشان الواحد يطلق زوجته بعد العشره الطويله ويخلي الولاد يتطاولوا على امهم بالصوره دي بدون سبب؟ الحقيقه انا عشت معاه 40 سنه في اهانات وضرب شتيمه ومعاملات غير ادميه نهائي، بس انا استحملت لان دي كانت تاني طلقه ما بينا، واستحملت عشان ولادي ما يتبهدلوش. يعني كيف اسيبهم يتبهدلوا؟ وكيف اسيبهم ان هم يعيشوا عن نص المصاريف؟ ما انا بسال عشان كده، ان حضرتك يعني ضحيتي بانك تعيشي مع شخص سليط اللسان سيء الادب، وبعدين ولادك المفروض بيقدروا اللي حضرتك عملتيه. الالفاظ وفظ الكلمات. طيب الولاد يا ست داليا من يعني المعقول ان هم يراعوا اللي انت عملتيه، فيبقى في تقدير، مش يتطاولوا عليكي، يعني هيبقوا مقدرين امهم عملت ايه. هو بقى يخليهم يشوفهم ان العيال قريبين مني، واحنا الاربعه قريبين من بعض جدا. فهو بقى يقسى عليهم في الاول، بعد كده بقى يشتمهم قدام الناس. قلت له بلاش تشتمهم قدام الناس، دول بقوا شباب هيتطولوا عليك. راح واحتضنهم بفلوسه، هو غني غني جدا. فاحتضنهم بفلوسه. فاخواته حضرتك عارفه ان في الارياف وفي البلاد بيسمع كلام اخته، بيسمع كلام امه، والزوجه دي اخر شيء في الحياه، ملهاش اي اهميه في حياه جوزها. طيب السؤال ايه يا ست داليا بقى؟ السؤال تحديدا، السؤال يا ست داليا، انا مع حضرتك. استاذ السؤال ايه؟ أنا فهمت كده المضمون، الملخص اللي حضرتك قلتيه، سؤال حضرتك تحديدا. سؤالي أنا، الولاد دول كيفهم عند ربنا؟ ربنا هيعمل فيهم إيه بعد ما كرشوني ورموني؟ هو مات بعد ما كرشني بشهر من البيت، مات. والعيال كانوا حريصين إن أنا ما أرجع لهوش عشان ما ورثت معاهم. يا لطيف يا رب، يا لطيف. وبقت الوحدة وكلان، الوحدة وكلان، وما فيش حد بيسكن علي، ما فيش حد بيصرف علي. وحضرتك تعرفي ان خد من التل يختل، فكنت بصرف من ورث امي وابوي. فانا غلطت واستندمت ان غلطت، وبقيت اصلي واستغفر ربي. انت غلطتي في ايه يا ست داليا؟ انت شايفه نفسك غلطتي في ايه؟ في اني تعاملت مع انسان. انه ايه يا ست داليا؟ اني يعني اتكلمت مع انسان، تعرفت على انسان. فأنا قلت لا سني ولا وضعي ولا كرامتي تسمح إن أنا أعيش حياة مثل هذه. ده أثناء الزوج، أثناء رباط الزوجية، ما كان موجود ولا بعد ما تم الطلاق؟ لا بعد الوحدة. تمام. مرارة الوحدة. واستغفرت وبعدت واتجهت، وانا طول عمري متجهه لربنا. وكان زوجي لما يلاقيني بصلي وبسبح وبقرا قران كان يشتمني ويبهدلني. يعني ايه تقعدي تقري قران؟
يعني ايه تقولي للعيال طب صبروا انتي وقوعك في الذنب ده يا ست داليا كان عشان الوحدة فقط، ولا انتي يعني مش عايزة اقول نوع من الجحود ساعتها، بمعنى انه انا يتعمل فيا كده ليه فاسلم نفسي للشيطان واقع في هذا الذنب العظيم؟ كان بسبب كده؟ والله يعني ممكن تقولي هذا. حاضر يا ست داليا، شكرا جزيلا لحضرتك. السؤال الثاني، أستاذة يسرية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، اتفضلي يا فندم. أنا دكتورة، حضرتك زوجي 2004 كان لسه خطبني وكان معاه مبلغ معين، فاقترح على والدتي إن هو يبني شقة في بيتها، في بيت والدتي، وهي وافقت. قال لها بس قبل ما اكتبها، قبل ما ابنيها، انا هكتبها باسمي يا باسم خطيبتي، يعني اللي هي تبقى مراتي. فوافقت وقالت له ما فيش مشكله، وهكتبها لكم انتوا الاثنين عشان يعني ما تنفصلوش او تزعلوا من بعض ويبقى في مشاكل منافسه بينك وبينها. وده كان اقتراح المحامي يعني. فهي اخذتنا عند المحامي فعلا وكتبناها منصفة الشقة اللي هو بناها، هي ما حطتش فيها أي جنيه، كل بناها من أولها لآخرها لحد ما اتشطبت واتجوزنا فيها ومفيش أي مشكلة. بعد كده أنا حبيت أنقل البيت صغير، حبيت أوسع على نفسي وأقعد في مكان أوسع، وسبت الشقة. هي الأول وهي عند المحامي قالت له أنا بعد كده هبقى محتاجة فلوس وبتاع، فاعمل لي زي إيجار، بس هو هي مكتوبة بيع وشراء، بس تعمل لي بند ان هو يديني كل شهر 100 جنيه. فخطيبي ايامها ما رفضش، قال مش مشكله و100 جنيه ملهاش لازمه وبتاع، وانا اديها عينيا وكده ووافق. يدي لمين ال 100 جنيه؟ يديها لوالدتك؟ لوالدتي. قالت له بعد كده، يعني هي بتشتغل، فقالت له بعد كده هكبر وهبقى قاعده في البيت، فانتوا ماشي الشقه بتاعتكم وكل حاجه، بس يبقى يساعدني بحاجه يعني. فهو وافق وقال مش مشكله اديها عينيا، ولو عايزه اكتر وبتاع. قالت له لا، هي 100 جنيه حلوه. بس انا عشت معاها طبعا في الشقه 16 سنه في البيت، وما كانتش بترضى تاخد ال 100 جنيه دي بصراحه، يعني قليل قوي اللي خدتها يعني. طيب عايزين السؤال يا يسري. السؤال بقى، بعد ما انا مشيت دلوقتي وعزلت، هي بتقول انتوا ما دفعتوش ال 100 جنيه الايجار، فكده بنا الشقه ويعني الفلوس اللي انتوا حطيتوها فيها خلصت وانا ما خدتهاش، فكده الفلوس خلصت وكده الشقه رجعت لي. يا كده يا اما انا طبعا بنتها، فاللي هي مراتي زي اخواتي، قالت يا كده لو انتوا عايزين الشقه عشان معاكم العقد اللي يثبت ان الشقه بتاعتكم، خلاص انت بره الميراث، ما مالكيش حاجه زي اخواتك، هي دي شقتك بس. فهو ده كده صح والميراث يعني. اللي باقي ايه يعني؟ بقيه البيت هو فين؟ هو والبيت ده بتاعها ولا بتاع والدك؟ لا بتاعها هي. اي ميراث بقى؟ ما هي لسه هي على قيد موجوده وكل حاجه، بس ما هي على بتقول قيد بعد ما في توفى المستقبل مالكيش يعني. في البيت. هي بتتكلم بعد كده، هي بتقول من دلوقتي انت خلاص دي شقتك، انا دي يعني دي وصيتي، او يعني المفروض انا احنا قلنا لها لو عايزه تكتبي كده انت براحتك، بس هي ما اعرفش هي كتبت كده ولا لا، بس هو ده كلامها. وبتقول خلاص بقى هي مالهاش غير الشقه دي، لو هتاخدوها يا اما تسيبوها لي من دلوقتي ولما اموت تاخديها كوارث. او زوجك الفلوس اللي دفعها دي؟ لا هي بتقول هي خلاص، هو خلاص كده ملوش حاجه، عشان ما كنتش باخد ال 100 جنيه دي منكم، وهي احنا كنا بنتحايل عليها تاخدها، كانت بتقول لا وخليها لكم انا مش محتاجه وبتاع، ولحد دلوقتي برضو بعتناها لها كذا مره رفضت تاخدها، وبتقول لا هي خلاص الشقه بتاعتي، يا لو هتاخدوها ما انت بره الميراث ما مشاكل. فيش زي اخواتي. حاضر يا يسري، حاضر، شكرا جزيلا. يا بسنت. الو، اهلا وسهلا، اتفضلي اتفضلي يا فندم. اتفضلي يا استاذه بسنت. اتفضلي يا فندم. حضرتك الحمد لله رب العالمين، اتفضلي. يا دكتوره معلش، المشكله اللي عندي بخصوص حماتي. ايوه، هي كل لما تشوفني راضيه في عيشتي تزهقني في عيشتي، تكرهني في عيشتي، ازاي يعني؟ تديني حاجات ثانيه كده، ان انا اكره جوزي وعيشتي، عايزاني انت بقالك قد ايه؟ بقالك قد ايه متجوزه؟ بقالك قد ايه متجوزه؟ 6 سنين. 6 سنين. وبتشوفك ازاي يعني؟ انت وجهه نظرك ازاي هي بتشوفك ان انت بتبقي راضيه بعيشتك فبتمرر عليك عيشتك عشان انت تزهقك؟ يعني عايزه تطلقك يعني، ولا عايز تعمل مشاكل بينك وبين الزوج؟ لا هو كويس، بس هي بتوقعني معاه.
اي ما نعرف ايه بتوقعني ازاي واجتنب. بتفضل تقولي حاجات ما حصلتش عشان اعمل مشاكل معاه هو. انت اعملي ما تعمليش مشاكل معاه. اكبر دماغي بقى. وممكن يبقى فيه ساعات بيبقى فيه. انا ما خلاص ما بقيت مش متقبله ان انا اروح لها تاني او. لا هي دي المساله، هي دي النقطه. انا بروح لله وانا بروح لها هي هو اصلا. هو بقى بيفضل يقول لي لا روحي، فانا بقول له معلش ما هي امه، ما هي امه يعني. بصي الثقافات برضو ساعات الجيل اللي بيبقى شويه قديم عننا واحنا يعني بيبقى لهم طريقه تفكير. دايما الواحد يعذر، انا عارفه الكلام ده بيكون صعب على الواحده في الاول، لكن بالوقت هتلاقي نفسك الامور هتبقى اخف واهدى، واعرف اللي قدامي ده النقاط اللي ممكن تتعبني معاه ايه اتجنبها، وما اديش فرصه للي قدامي يعمل معايا مشاكل. الامر هين والدنيا هي وما فيها هينه، بس احنا نراها، احنا نراها على حقيقتها. ما هو انا مش هلاقي كل الناس لطيفه وجميله وظريفه وبتعاملني كويس فانا عاملها كويس، لازم هتجيني مشقات واجد تصرفات ليست باللطيفه، وبالتالي انا مطلوب مني اني اتقي الله، اتقي غضبه في سين وصاد دول اللي هم لا يحسنوا الي. الحياة كلها مش وردية لطيفة، ده هي ده دار امتحان، دار اختبار. هنطلع الفاصل ونرجع إن شاء الله نجاوب على الأسئلة، ومعانا برضو أسئلة من على الفيسبوك إن شاء الله. ربنا يبارك في الوقت، ألقاكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل. مرحبا بحضراتكم من جديد. بالنسبة لسؤال الأستاذة داليا، وهي بتتكلم يعني هي عمرها 60 سنة، ربنا يبارك في عمرك ويصلح حالك إن شاء الله وحالنا وحال الأجمعين يا رب. وبتقول إن زوجها طلقها بعد 40 سنة، طلقها غيابي. طبعا يا أستاذة داليا أنا بجاوب على القدر اللي حضرتك يعني بتحكيه، إنما أنا عندي جزء أنا هقول لك بصراحة. يعني الإنسان لما بيجي يحكي سؤاله هو بيقول من وجهة نظره ومن حيثياته هو. فأربعين سنة يتم الطلاق ويشتري ولاده بمعنى أصح عشان هو غني جدا، فيقلبهم على حضرتك ويخلي الدنيا بالمنظر ده والولاد، وهو يطردوكي ويكرشوكي من لا سبب، بالنسبة لي أنا في حلقة مفقودة. لكن أنا هأجاوب على القدر اللي حضرتك تفضلت بيه واللهم سلم. طبعا هؤلاء الأولاد مهما يحدث من الأب والأم، العقوق شيء صعب، والإنسان يجني ثمار العقوق في الدنيا قبل الآخرة، وربنا أمرنا أن نشكر لي ولوالديك إلي المصير، فجعل الله شكر الوالدين عقب شكره. ده لمقام الوالدين، هذا العطاء الرباني اللي بيديه للعبد اللي بيقوموا برعايتك وتربيتك، ومهما يكون منهم من تقصير لهم حق البر، لهم حق البر. حالات استثناء معينة لما بيكون في فاحشة، بيكون في شيء، بيبقى لها أحكام خاصة، دي بحسب الحالات السائلة. لكن العموم المعلوم هذا أمر لابد من الولادي دول واعين في عقوق طبعا طبعا، ونسأل الله السلام. الجزء الثاني، وهذا الزوج إن ظلمك دون سبب وأدى هذا الظلم أن يطرد حضرتك ويكرشك من البيت ويعين ولاده على الوقوع في عقوق حضرتك، مصيبة كبيرة وذنب عظيم. شوفي هو شهر وانتقل، انتقل بعمله، ما انتقلش بغناه، ما انتقلش بما يملك، بعمله. النقطة الثانية أن حضرتك هم قالوا لي أن حضرتك قلتي في الكنترول أنك وقعتي في جريمة الزنا، وفي لحظة ضعف ولحظة ضجر ولحظة يأس إن أنا إنسانة مستقيمة وملتزمة ولكن اتعمل فيا كده. الإنسان في حياته الدنيا بيمر وحيمر بامتحانات كثيرة، هذه الدار دار امتحان ودار اختبار. خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان بهذه الكيفية، ما كان كل ذلك الخلق للعب واللهو وعدم والإغفال عن هذه الآيات الكبيرة، إنما ليعقل الإنسان خطورة المهمة التي خلق من أجلها، وهي عبادة الحق والتوجه إليه في كل لحظة بأي حاجة الإنسان بيمر بها. هو المتفرد بالعبادة، هو الوحيد الذي أتوجه إليه بعبادته، وهو الوحيد رب الأرباب الذي أسأله من خير الدنيا والآخر. فمهما يمر الإنسان بضيق يلجأ ويلوذ
ويدعو الله سبحانه وتعالى بأنه يصلح حاله، بأنه يفتح له، بأنه يرزقه، مع السعي ياخد بالأسباب المتاحة بالنسبة له مش يقع في المعصية. طب أنا تبت واستغفرت؟ نعم، وزيدي في التوبة والاستغفار وعمل الصالحات، إن الحسنات يذهبن السيئات. وقلنا الراجل اللي دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أصابت من امرأة قبلة، امرأة لا تحل له، فنزل قول الله سبحانه وتعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فالإنسان يتبع السيئة بالحسنة تمحو هذه السيئة، ويصدق في التوبة، والتوبة ندم قلبي، ويصلح الأعمال بتاعته، فتنطلق من توبة القلب وهي الندم حقيقة على الوقوع في الذنب، ثم صنيع الخير عمل الجوارح. يبقى جمعت بين عمل القلب وعمل الجوارح، وإن شاء الله في هذه الأيام المباركة والليالي الشريفة ما أحوجنا إلى كثرة الاستغفار والعودة إلى الديان سبحانه وتعالى بالاستغفار وطلب الرحمة وطلب المغفرة وطلب التوفيق والنجاة من النيران. نسأل الله السلامة لنا ولكم. أستاذة يسرية، الست الوالدة لما بيكون في خلاف، ليه دايما بنقول القرآن الكريم أصل قاعدة في المعاملات وهي يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وأصلت لقاعدة أوفوا بالعقود. فبالتالي الضابط في أي معاملة بين اتنين، حتى لو بيني وبين أبويا وبيني وبين أخويا وبيني وبين زوجي، وكانت هناك أوراق ووثق الورق، فالورق هو الحاكم في هذه المسألة، لأنه تم التأصيل. هي بقى طلبت حاجة زيادة لم توثقها في العقد من باب أن تدوها 100 جنيه كل شهر من 16 سنة، وهي أسقطت هذا الحق حينما أنت قلت لها تفضلي وهي تقول لا أنا مش عايزة، فأسقطت حقها في 16 سنة بالمئة جنيه دول، وبالتالي ليس لها الحق في أن تطالب به بعدما أسقطت حقها فيه. طيب إيه اللي بقى إحنا ملزمين به؟ العقد حبيبتي، وليس لها حرمانك من الميراث، لأنها أعطت شيء وشاركت فيه وتوافقت واتفقت وبقت هناك أوراق، فالحاكم في هذه الحالة هو الورق الذي يثبت الحقوق. وحكاية أن احنا بنحافظ على العقود وإثباتها، ده من صميم الشريعة الإسلامية، ليه؟ عشان لما نيجي لمرحلة النزاع يبقى التوثيق ده هو قائدنا إلى مسألة أن كل إنسان يأخذ حقه، وأنه ما فيش نزاع وفقا لهذا العقد المتفق والمبرم عليه من 16 سنة. وحكاية 100 جنيه الساقط لا يعود، هي أسقطت حقها فيه، فليس لها أن تطالب به بعد ذلك يا أستاذة يسرية. يا أستاذة بس أنت بالنسبة لحماتك، يعني أنا حماتي بتعمل مشاكل مع زوجي وبتوقعني في مشاكل وبتقول له حاجات ما حصلتش وهي عايزة تمرر عيشتي، وطبعا أنت هتأنبي وتقعدي في بيتك ومش عايزة تزوريها، وتحطي بقى هو بين شقاي الراحة بينك وبينها، دي أمه شئتي أم أبيتي أمه، فأنا عشان ما أجيبش لنفسي وجع الدماغ والمشاكل أما تعمل المشكلة كأن ما فيش شيء، وقالت حاجة مش صحيحة بمنتهى الهدوء كده، لا والله ما حصلش الأمر ده، حصل كذا وكذا، وروحي زوريها. أنت اللي تقطعي على قدامك أنه تقفلي باب المشاكل وتزوري، مش لازم تقعدي تزوري ليل ونهار، ومش لازم تقعدي تتكلمي عمال على بطال، زيارات بسيطة، خدي ادرائي دايما السيئة بالحسن، ادفع بالتي هي أحسن. الواحد يدفع، الإنسان يدفع بالحسنة يزق بها السيئة، يقفل بابها، فأدفع بالتي هي خير، بالقول الحسن وبالفعل الحسن، وأمنع عن هذا الزوج، لأنه هتشتتيه بينك وبينها، هو اللي هيطفش مش أنت اللي هتلحقي تطفش، هو هيطفش منكم أنتوا الاثنين، فأنت يعني خليك أنت أعقل وأكثر حكمة، هي هتيأس بعد كده وهتبطل المشاكل. وعمليها كأم، ما تعمليهاش كند، كأم، الحمى أم في مقام الأم، ودعوتها دعوة مباركة، والكلام اللي كانوا أجدادنا بيقولوه زمان ده بإيمان الفطرة حقيقي، إن دعوة الحمى دي دعوة مباركة، فأنت أحسني حتى لو أساءت. من أسئلة ودعي ربنا بهدايتها ليك، إن ربنا يجعلها قرة عين لك ويجعلك قرة عين له، ندعي نتعلم نطرق الباب بالدعاء، والله بينصلح الأحوال مع الإنسان ياخد بالسبب.
في من ضمن الأسئلة الخاصة اللي جات لنا على الصفحة مسألة المرأة المطلقة طلاق رجعي، يعني هل لزوجها أنه يرجعها دون علمها؟ واللي بتسأل بتقول مع العلم أن الطلاق ده خلع والزوج ترك البيت فيه. الطلاق إذا كان شفهيا، يعني لم يدون، إذا كان الطلاق شفهيا جاز للزوج إرجاع زوجته من غير علمها قبل انقضاء مدة العدة. أما إذا كان الطلاق موثقا الدون كتب عند المأذون أو خلعا أمام القاضي فلا يجوز إرجاع الزوجة إلا بعلمها وبعقد ومهر جديدين. من ضمن برضو الأسئلة اللي جاءت على الفيسبوك، أخت فاضلة بتقول هي مقدمة لوظيفة ما، بتقول احتمال أن أنا أقبل فيها ده ضئيل جدا، بس أنا بدعي ربنا سبحانه وتعالى كتير أني يعني أن الوظيفة دي أن أنا أقبل يعني أقبل فيها، وبتقول بصلي على النبي كتير جدا بنية أن ربنا يرزقني بيها ويجعلني الخير فيها، وبتصلي قضاء الحاجة، وبتقول أنا عندي يقين أنه إن شاء الله هيستجيب. إيه ممكن أعمل تاني هي بتقول كده، وأدعي بإيه عشان ربنا سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء اللي انت عملتيه ده ويكرمني يعني فيها؟ بتقول هي متعلقة جدا بهذا الأمل، وإن شاء الله بإذن ربنا يقدر لك الخير. يعني اللي انت عملتيه يكفي، اللي انت عملتيه يكفي من جهة إنك توجهتي إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء وسألتيه سبحانه وتعالى. الواحد دايما يسأل الله ويسلم، والنبي علمنا نقول اللهم رضينا بقضائك وبارك لنا في قدرك حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. ندعو الله دوما بهذا دعاء مع الدعاء بقضاء الحاجة أن ربنا يرزق ويفتح ويمنح الإنسان. لازم يكون عندي تسليم ورضا، ربنا هيستجيب الدعاء في اللي فيه خير ليكي، واسألي الله من خيري الدنيا والآخرة وقضاء الله لك إن شاء الله كل خير. أختنا الفاضلة، نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بخالص الدعاء ونسأل الله القبول. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته، نسألك نصرا عزيزا وفتحا مبينا وعزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وأن تدفع عنا كل الفتن والآفات، وأن تقضي لنا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين. أستودعكم عناية الرحمن، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، اللهم آمين.